الآن احنا الآن مجلس جهة بني ملال خنيفرة، كونسي ريجيونال دو بني ملال خنيفرة. ندخلكم دابا فين غيكون الاجتماع ان شاء الله، اين سيكون الاجتماع؟ الله يكبر بك، دير المباشر دير. اذا ها قاعة الاجتماعات، نعم سيدي، هذه هي قاعة الاجتماعات، وهنا سنكون لحضور اجتماع مجلس جهة بني ملال الخنيفرة برسم الدورة العالية لشهر يوليوز 2024، جلسة فريدة. ثم الإخوان اللي جاو معنا لتمثيل جمعية المستقبل. فإذا الترتيبات على قدم وساق من أجل النقاش ديال المشاريع ديال الجهة.